واقع القضاة في ظل الأزمات المالية والواقع البنيوي محور مؤتمر كسر فيه نادي قضاة لبنان جدار الصمت رفضا للنسف القضائي، وأعلن رفضه للحملة الممنهجة لضرب القضاء. القاضي فيصل مكي تناول الإشكاليات الموجودة. احنا الغاية من هذا اللقاء توضيح الصورة وإعطاء الصورة الحقيقية للقضاء، لأنه في كتير أمور، في كتير خبريات، في كتير معطيات عم تنطرح بالواقع الإعلامي، بالفضاء الإعلامي ما هو صحيح. بالتالي كان لابد نحن نطلع، لأنه ما في سياسة إعلامية كانت عم تضوي، كل القطاعات عم توضح يمكن وجهة نظرها إلا القضاء هو الساكت الأكبر. فبالتالي نحن كنا بدنا نطلع نقول وجهة نظرنا، نقول لا، في قضاء موجود، القضاء في جزء كبير من القضاء هو قضاء يمكن الوقوف به، في قضاء يجب دعمه، يجب الوقوف حده للوصول الى النتائج المرجوه لكل الشعب بده اياه. فبالتالي احنا كان هالغايه من هذا اللقاء الصحفي هو توضيح الصوره وتصويب الامور، واذا بدك نقول للشعب انه نحن واقفين حده، بدنا كمان هو يدعمنا فيما يتعلق بالمطلب الاساسي واستقلاليه السلطه القضائيه. القاضي جوزيف تامر تناول مساله الثقه العامه بالسلطه القضائيه وتحدث عن حصانات تعترض من يعمل. احنا جربنا من خلال هذا المؤتمر الصحفي اللي اول مره بيصير بتاريخ العربيه انه نوصل صوتنا للمواطنين للرأي العام ونوضح الصوره الحقيقيه للقضاء، لانه في حملات عم بتصير او انتقاد او عم بيكون مش بمحل، فكنا من الضروره انه نطلع ونحكي القصص مثل ما هي، حتى نطلب منهم انه كيف يكفوا ينتقدونا، بس ينتقدوا بالمطرح المصبوط، يوجهوا انتقادهم بالمطرح المصبوط ويكونوا حدنا وقت اللي يكون نحن عم نبلش معركه فساد بملف معين، او يكونوا حدنا كمان وقت اللي نطلب تحقيق استقلاليتنا خصوصي عبر اقرار المسؤوليه. وكانت كلمات لكل من القاضي محمد فواز والقاضي حسن حمدان شددت على ضروره اقرار قانون استقلاليه السلطه القضائيه. مجدولين عيد، صوت لبنان.